فكرة عمل المطور هي عزم الازدواج. لاحظ عند مرور طيار في AB يكون اتجاهه مثلا الأعلى بهذا الشكل، وفي CD اتجاه الأسفل. اتفقنا ان كل سلك يمر فيه طيار، كل سلك يمر طيار في مجال مغناطيسي يتأثر بقوة، يبقى القوة التي تؤثر في السلك AB هتساوي بل BIL، وقلنا ساين 90 لأن خطوط المجال تخرج من الشمالي تتجه للجنوبي فتصنع زاوية 90 مع السلك. طيب السلك BC القوة تساوي صفر، ليه؟ لأن اتجاه التيار موازي لخطوط المجال، بينما السلك CD يتأثر بقوة هنسميها F CD هتساوي برضو بل تساوي بل، وأيضا نفس الفكرة الزاوية 90 لأن خطوط المجال عمودية على اتجاه التيار. وبما أن القوتان وبتطبيق قاعدة فليمنج اليد اليسرى السبابة في اتجاه المجال والوسطى في اتجاه التيار، إذن القوة تكون في اتجاه الإبهام، فتكون هنا قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، يبقى هنا قوة قد تكون بهذا الشكل لأسفل وهنا قوة لأعلى، وتكون قوتان هتكون قوتان متساويتان، قوتان متساويتان في المقدار، في المقدار ومقدار ليه في المقدار؟ لأن نفس المجال البي، نفس التيار اي، نفس الطول لأنه مستطيل، متساويان في المقدار ومتعاكستان فين؟ في الاتجاه. إذن يحدث عزم ازدواج، يحدث عزم ازدواج. عزم الازدواج، عزم الازدواج بيساوي إحدى القوتين، إحدى يبقى تاو هنسميه تاو هنا، هتساوي إحدى القوتين في المسافة العمودية بينهم، إحدى القوتين في المسافة العمودية بينهم، إحدى المسافة بينهم ونفترض إن هي مثلا دي والطول ده ال. نعوض عن، نبدأ نعوض عن الإف ببل بي اي ال، بي اي ال في دي، دي زي ما هي. طب ما هو ال اللي في الدي ديت اسمها ايه؟ مساحة مستطيل، الطول في العرض، يبقى نقدر نشيل ديت ونحط مكانها مساحة المستطيل اللي هو ايه، يبقى القانون اصبح بي زي ما هي والاي والاي. الكلام ده لو لفة واحدة، وما لو كان لفتين هيبقى نضرب في اتنين، لو في عدد من اللفات ان مثلا يبقى بيان كده. يبقى الوقت خدنا اف بيساوي بل وتاو بيساوي بيان، بي اللي هي كثافة الفيض زي ما انتوا عارفين، اي شدة التيار، اي المساحة، ان اللي هي عدد اللفات، تاو ديت اللي هي عزم الازدواج، وحدة قياسها ممكن نقولها من القانون ده نيوتن، خدتوا القوة قبل كده بنيوتن، والمسافة متر، يبقى وحدة قياسها نقول عليها نيوتن، نيوتن في متر، أو ممكن تقول تسلا في أمبير في متر مربع، ممكن عزم الازدواج بهذا الشكل. لو حبينا نجيب بقى زاوية، في زاوية طبعا هنا شلنا ليه الزاوية؟ لأن مستوى الملف موازي لخطوط المجال. طيب لما نيجي نقول بقى في زاوية، نقول تاو بيساوي بيان، بيان ساين سيتا، المرة دي سيتا هي مين بقى؟ ساين سيتا، سيتا هي الزاوية بين، سيتا هي الزاوية بين مستوى الملف، بين مستوى الملف والعمود على المجال،
والعمودي 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 على المجال. دي وضح لنا نقطة. ايه هي النقطة؟ اذا كان مستوى الملف موازي، بعض الناس تفكر ان الزاوية صفر. لا، الزاوية في الحالة ديت سيتا بتسعين، سيتا بتسعين، ويكون عزم الازدواج اكبر ما يمكن، لان ساين تسعين، ساين تسعين بواحد، ويكون عزم الازدواج، عزم الازدواج اكبر ما يمكن. هدول ازاي موازي؟ لان احنا بنحسبها بين مستوى الملف والعمود على المجال. فاذا كان المستوى الملف موازي يبقى بيصنع زاوية 90 مع العمودي مع المجال. واذا كان مستوى الملف عمودي، واذا كان مستوى الملف عمودي على المجال، عمودي على المجال، اذا الزاوية سيتا تساوي صفر. وهنا ينعدم عزم الازدواج، ينعدم عزم الازدواج. ممكن هنا السؤال يقول لك ايه؟ ملف يمر فيه تيار وفي مجال مغناطيسي ولا يدور. دي معناها ايه؟ ملف في الحالة ديت لو جينا نرسمها بالشكل ده كده، ده مستوى الملف موازي، مستوى الملف موازي، يبقى عزم الازدواج اكبر ما يمكن، عزم الازدواج اكبر ما يمكن. لكن لو كان مستوى الملف عمودي على خطوط المجال بالشكل ده كده، شمالي وجنوبي، بنلاقي خطوط مستوى الملف عمودي، يبقى سيتا بصفر، لكن سيتا بتسعين وأكبر ما يمكن. طبعا تاو بيساوي بيان ساين سيتا. لو حبينا نقسم الطرفين على بي، يبقى نقول هنا تاو على بي، تاو على بي هيتبقى لنا اي اي ان ساين سيتا. بنسمي هذا الجزء بعزم ثنائي المغناطيسية، بعزم ثنائي المغناطيس. لما نيجي نعرفه نقول ايه هو عزم الازدواج، عزم ثنائي المغناطيس هو عزم الازدواج لمجال كثافته واحد تسلا عند مرور تيار شدته واحد امبير ومساحته واحد متر مربع ومستوى الملف موازي. يبقى خلينا كل ده الواحد، يبقى امتى يبقى كل ده الواحدة؟ لما يكون ساين 90. يعني امتى يكون ساين 90؟ لما يكون مستوى الملف موازي والتيار واحد امبير والمساحة متر مربع وكثافة الفيض واحد تسلا، فنقول هو عزم الازدواج لمجال كثافته واحد تسلا ويمر تيار شدته واحد امبير لملف مساحته واحد متر مربع ويكون مستوى الملف موازي، ويكون موازيا لخطوط المجال. طب وحدة القياس ممكن نجيبه من هنا، احنا عارفين ده نيوتن في متر، ده نيوتن في متر ودي تسلا، فممكن نقدر نقول اذا وحدة القياس عزم ثنائي القطب هنقول عليها نيوتن، هنقول عليها نيوتن في متر، نيوتن في متر على على تسلا، او تكافئ طبعا ده بالامبير، شدة التيار بالامبير والمساحة بالمتر ايه مربع، امبير لكل متر مربع. فكرة المسألة كلها، افكار المسائل كلها بتدور حول نقطة واحدة، الزاوية، الزاوية. يبقى لما نيجي مثلا نشوف القانون اهو، يبقى تاو بيساوي بيان ساين سيتا.
هناخد كل جزئية وازاي المسألة بتيجي ازاي. تاو معروف نيوتن في متر، وحدة قياس، لأنها قوة إحدى قوتين في المسافة بينهم. طيب بي كثافة الفيض، مفيش فيها مشكلة، بالتسلا. الآي شدة التيار بالأمبير. الإيه المساحة؟ المساحة هتيجي مباشرة يا تيجي مستطيلة، أو بنقول الطول في العرض، نقول طول في عرض، وإذا كانت بالسنتي الطول بالسنتي نضرب في 10 سالب 2، أما إذا كانت مساحة كاملة بالسنتيمتر مربع نضرب في 10 سالب 4 عشان نحولها المتر. يبقى المساحة يا تيجي مباشرة قيمتها مباشرة بالسنتيمتر مربع، فبنضرب في 10 سالب 4 عشان تحول إلى متر مربع، أو تيجي في شكل مستطيل الطول في العرض. ان دي عدد اللفات. المشكلة عندنا مين في السيتا دي بقى؟ اذا قال الحصول على اكبر عزم، قال اكبر عزم هي نفسها اذا قال لك مستوى الملف موازي، مستوى الملف موازي، تبقى الزاوية كام؟ 90، والسيتا ب90، وساين 90 بـ1، وساين 90 بـ1. يبقى القانون تاو بيساوي بيان بدون زاوية بدون أي حاجة، أو نعوض عنها ب90. أما إذا قال الاحتمال الثاني، إن نقول لك أنا أكون مستوى الملف عمودي، مستوى الملف عمودي على المجال. إذا أنا عمودي على المجال يبقى معنى ذلك إن الزاوية صفر، يبقى الثيتا بصفر، وكل وتاو كلها بصفر، لأن ساين صفر بصفر. أما إذا ذكر زاوية في حالة الزاوية بين مستوى الملف والعمودي، مستوى الملف والعمودي، يبقى طبعا الزاوية جاهزة نعوض عن قيمتها. لكن إذا قال بين الزاوية بين مستوى الملف والمجال نطرح من 90. مثال ملف عدد لفاته 500، ده رمز الان. يمر به تيار، يبقى التيار رمزه اي، شدة التيار اي. وضع في مجال مغناطيسي كثافته بي، ومساحته ايه. لما نيجي نجمع الرموز دي تلاها بيان. اذا تتذكر بالقانون تاو بتساوي بيان. بي بيان ساين سيتا. دي المسألة دي جت في الكتاب المدرسي، تعود مباشر، فيش أي مشاكل خالص، وبنعوض. هنيجي نقول إن يساوي تحت يساوي كثافة الفيض كام؟ ربع، 25%. شدة التيار كام؟ شدة التيار 10 أمبير في 10. المساحة 2 من 10 متر متحولة جاهزة. عدد اللفات كام؟ 500. عندما تكون الزاوية بين العمودي على الملف والمجال 30 درجة، يبقى الزاوية كام؟ ذكر مع العمودي، يبقى الزاوية جاهز، يبقى ساين 30. نبدأ نعوض. ممكن نستخدمش آلة حاسبة، حاجة سهلة خالص. هنقول هنا الفاصلة بعد كام رقم؟ هنا رقمين يروحوا قبل الصفرين دول مثلا، يبقى نقول هنا 5 في 25، 2 في 5 بـ10، يبقى هنا 25 في 10 هتطلع الناتج بالآلة الحاسبة 125 نيوتن في متر.
مثال بيقول فيه ايه؟ جه في امتحانات سابقة ملف مستطيل، أول ما تسمع كلمة مستطيل وأبعاده على طول نقدر نجيب المساحة. المساحة بتساوي ايه؟ بتساوي الطول في العرض، يعني عندنا 2 من 10 في 1 من 10 يطلع الناتج 2 من 100 متر، أو بنضرب 10 في 20 في 10 سالب كام؟ 4. عدد اللفات اللي هو ان 200. طيب في مجال كثافته، كثافته ب 4 من 10 تسلا، تمام. مرة تيار شدته 3 أمبير، الآي ب 3 أمبير. إذا هنا لما تيجي تبص بيان، بيان يبقى تاو بيساوي بيان. هنا اللعب في الزاوية بس، بيان في ساين سيتا. هنيجي نشوف الحالة المطلوب الأولاني، لما أجي أقول لك يميل مستوى الملف يميل على المجال 60، تبقى الزاوية كام؟ الملف مع المجال 60، يبقى الملف مع العمودي كام؟ 30. ما هو لما يكون الملف مع المجال 60 هيبقى الملف مع العمودي 30، يبقى هنا ساين 30. وتعويض مباشر مفيش أي مشاكل خالص، هتساوي بالآلة الحاسبة البي قيمتها موجودة 4 من 10، التيار موجود 2، شدة التيار موجودة 3 أمبير، المساحة اللي هي 2 من 100، عدد لفات 200 في ساين 30 نص، هيطلع الناتج تاو بيساوي 2.4 من 10، 2 وبالآلة الحاسبة 2.4 نيوتن متر. طيب تعال نشوف المطلوب التاني. المطلوب التاني ده يكون ملف عمودي، يبقى الزاوية 0، يبقى المطلوب التاني كله بصفر. المطلوب التاني عازم الازدواج بصفر. ليه عازم الازدواج بصفر؟ زي ما اتفقنا ان مع العمودي يبقى الزاوية سيتا بصفر وساين صفر بصفر، كله بقى صفر. المطلوب التالت اللي هو مستوى الملف موازي، وده اكبر قيمة له، اكبر قيمة له اللي هو عزم الازدواج عندما يكون موازي، يبقى الزاوية هنا في الحالة دي 90، يبقى السيتا ب90 لانه موازي. ونعوض تاو بيساوي بيان، تاو بيساوي بيان ساين 90، وبالحاسبة نعوض يطلع تاو بنفس الفكرة اللي فاتت، هيطلع لنا عزم الازدواج 4.8 من 10 نيوتن متر.